السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ناصر. نعم. كيف حالكم يا شيخ؟ أحمد الله إليك. لكم طيبون. طيبك الله حي وميتا. نحن نسلمكم من السعودية يا شيخ من منطقة الجبيل. منطقة إيه؟ الجبيل. الجبيل. أين هي؟ في الشرقية؟ نعم في المنطقة الشرقية. أهلا ومرحبا. حياكم الله. أخوكم بالله محمد الهاجري. محمد الهاجري. أخوكم بعض الأسئلة أثابكم الله. أهلا مرحبا. الشيخ أحسن الله إليك، بالنسبة لحديث أبو هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود على شرط مسلم، الذي فيها الرجل المسبل الذي قال له عد وضوءك، بالنسبة للمسبل هل تقبل صلاته يا شيخ؟ وما الصحة في هذا الحديث؟ قطعت علي استدراكي عليك، قطعت علي استدراكي الذي هممت به عليك. الصحة. أيوة، فكان ينبغي أن تسأل عن الصحة قبل كل شيء، لأن تعلمنا من أهل العلم التأويل فرع التصحيح. إذا صح الحديث ينبغي أن نتفقه فيه وأن ننظر على ماذا يدله، أما إذا ثبت ضعفه فحينئذ يقال كما يقال في بعض البلاد هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، أي الحديث الضعيف لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالتفقه فيه، وإنما نستأصل الموضوع بالقول بأنه حديث ضعيف فيه رجل مجهول، ولذلك نقول المسبل إزاره هو آثم أشد الإثم، كالذي يتختم بالذهب، لكن هو آثم وصلاته صحيحة، لأننا أيضا تعلمنا من أصول الفقه أنه لا يجوز إبطال صلاة رجل مسلم جاء بأركانها وبشروطها لمجرد أنه ارتكب إثما محرما. آخر سيئة صلى صلاة صحيحة ولكنه أتى بإثم، كالذي يصلي ومرت أمامه امرأة فنظر إلى شيء من مفاتنها فهذا آثم، لكن ليس عندنا دليل في الشرع يلزمنا، بل يجيز لنا أن نحكم على صلاته بالبطلان لمجرد أنه ارتكب هذا الحرام. خلاصة القول الحديث ضعيف والإسبال حرام، لكن لا دليل على بطلان صلاة المسبل إزاره. واضح؟ وإليك. وإليك.